وحول ما يمارسه النظام الإيراني لوقف امتداد الاحتجاجات، معنا عبر الهاتف من الرياض الخبير في شؤون الأمن الفكري الدكتور علي معجب الشهراني. مساء الخير دكتور. مساك الله بالنور يا مرحبا، الله يحييك. دكتور، كيف تقرأ الآن المشهد الإيراني وما يمارسه النظام حقيقة من ضغوطات على المحتجين من اعتقالات وتعذيب وقمع، وهل يعني هذه الممارسات ستحد من امتداد الاحتجاجات؟ طبعا في البداية أحييك وأحيي الإخوان المشاهدين لتلفزيون البحرين. والأمر الثاني المهم اللي يعني نبغى نوصل للجميع، هل استطاعت إيران في ثورة 2009 إيقاف المتظاهرين والحد من، نعم، بقوة الحديد والنار استطاعت إيقافها، لكنها عادت أشد وأنكى في هذا العام. وهذا يفتح المجال، هل الشعوب ممكن أن تصمت على هذا النظام القذر الذي يعني أوغل حقد في قلوب الشعوب، يعني فتن بين الدول، سبب المشاكل، ضغط على الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يعاني معاناة شديدة، وهي دولة غنية أصبحوا أفقر من الفقراء، يعانون بسبب سياسات النظام المارقة وتعاون مع يعني أنظمة أيضا فاسدة وتبذير الأموال الإيرانية. الشعب الإيراني شعب حي يريد أن يغير نظام وسيتغير، مؤكد 100% أن مصير هذا النظام هو السقوط، لأنه نظام أصلا معاكس للبشرية ككل ومعاكس للفطرة. نعم. نظام يعني يتبنى أساليب لا يمكن قبولها. هل يعقل أن الشعب الإيراني يعني يحارب جميع جيرانه ويحارب جميع العالم؟ لماذا؟ ما السبب؟ هناك علاقات قوية وروابط مع الدول المجاورة، يستطيع الشعب الإيراني أن يتفاهم مع الخليجيين وأن يكون مصدر يعني لجذب السياح لتصدير منتجاته، أفضل من تصدير الثورات والسلاح والإشكاليات التي غلبت يعني الشعب الإيراني وأفقرت، ونتائجها كلها كارثية على إيران منذ بداية دخول هذا النظام اللي أنا أسميه النظام الفرنسي، اللي هو نظام الحبر الأعظم حكم هذا الخميني اللي جابوه من باريس، ثم ولوه زمام الأمور، ثم بعد ذلك جاء بنظام يعني أيديولوجي عقائدي شاذ، نظام من الأنظمة الشاذة في العالم، ومصير السقوط. نعم، الدكتور علي معجب الشهراني الخبير في شؤون الأمن الفكري، شكرا جزيلا.